حسين يا غريب. الله نور السماوات والأرض، هو الله نور، الله خالق النور، لأنه يقول مثل نوره، يعني هذا مثل. الله نور؟ لا، لأن القرآن يقول ليس كمثله شيء. إذن كما أن الرحمة من الله، هذا النور أيضا من الله. الله نور السماوات والأرض، يقول هذا النور أنا جعلته في مشكات، مثل نوره كمشكات. وهذه القلوب الطاهرة تفهم، النفوس الطيبة اللي فيها صفاء، اللي فيها شفافية. أما النفوس الغليظة، النفوس المعصبة بالحرام، ما ممكن تفهم هذا المنطق. الله يقول كما أن الرحمة جعلتها في الحبيب المصطفى، هذا النور جعلته في مشكات، ويعطيك صفات المشكات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري، يمكن يكون نافذة شكل بالحائط، يقول لك كوكب دري، تلاحظ شو؟ المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني ما تأثر فيها الشمس لا في طلوعها عند الشروق، يكون إلها ظل لأنها أقوى من الشمس، ولا في الغروب يكون لها غروب يكون لها ظل، لا شرقية ولا غربية، يعني لا في غروب الشمس لا في شروق الشمس لها ظل، ولا في غروب الشمس لها ظل، لأن نورها يغطي الشمس، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. شوف الزيت، الزجاجة، المصباح، الشفافية، المشكات، كلها تبين لك أن هذا النور لا يمكن لأحد أن يتجاهله، حتى الأعمى يراه، مستحيل أحد يتجاهله، لذلك حجة الله تامة وبالغة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، بعدين نور على نور، إمام بعد إمام، المشكات فاطمة الزهراء روحي فداها، لأنه يقول بعد ذلك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذه أمثلة، والله بكل شيء عليم. وين هذا النور؟ أين هذه المشكات؟ تقرأها بسورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني هذا بيت الزهراء، بيت الحسن والحسين، بيت أمير المؤمنين، هذه بيوت النبي، هذا البيت العظيم الذي رسول الله صلى الله عليه وآله يقف احتراما لهذا الباب ويستأذن بالدخول، وهو أعظم إنسان في الوجود. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو الصبح والآصال المغرب والعشاء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما. بعدين لازم أنت تروح إلى سورة الدهر تشوف إنما نطعمكم لوجه الله، يقول إنا نخاف من ربنا يوما، هنا يخافون يوما، هناك إنا نخاف من ربنا يوما، يعني هذا بيت الزهراء، أوضح من هذا الشيء موجود؟